اكيد. على ذكر مباراه سان داونز يا احمد، الحقيقه طبعا كلنا شايلين هم افريقيا وشايلين هم مباراه سان داونز، وشايفين انه قد ايه مباراه مش سهله، وكل المباريات في افريقيا الفتره اللي جايه مش سهله تماما الحقيقه. يعني احنا بنتكلم على، كنا عارفين ان احنا ممكن نقابل سان داونز، ممكن نقابل الوداد، ممكن نقابل الترجي، الثلاثه مش سهلين ابدا، ولكن النادي الاهلي يعني قدها. انت بتتكلم على انه الفتره اللي جايه دي انت محتاج ان انت تركز قوي في ضغط المباريات دي، وتقدر ان انت بتدور على اللقب العاشر، بتدافع عن لقبك في افريقيا، والجمهور هو ده اللي هو عايزه والحقيقه بيدور على ده. فاحنا بنتكلم على ان انت هتلعب مباراه قمه في الدوري مع الزمالك، وبعدها تروح تلعب او هتلعب هنا مع سان داونز الاول، وبعدين تلعب مباراه في الدوري، وبعدين مباريات الاياب مع سان داونز. هو ده، عشان كده لما بنتكلم مع حضراتكم فكره الضغط، اصلا اللعيبه مضغوطه بشكل كبير قوي، فان احنا لازم نكون يعني جنبهم، لازم نكون في ظهرهم، لازم ان احنا نكون بندعم النادي الاهلي وفريقنا الفتره دي. احنا بنتكلم انه مباراه سان داونز اكيد مش سهله، ولكن برضو يعني في احترام كامل للخصم، وهم الحقيقه بيتكلموا عننا بان هم عارفين ان هم جايين يقابلوا بطل افريقيا، وان هم واخدين يعني محضرين نفسهم بشكل كويس وبيحضروا نفسهم بشكل كويس، وانه الفتره اللي جايه فتره صعبه جدا بالنسبه لهم، واكيد صعبه بالنسبه ان احنا بنتكلم على مباريات افريقيا بشكل عام مش بس مباراه سان داونز. واكيد عندهم فكره دفع الثأر، ان هم عارفين انه النادي الاهلي خرجهم قبل كده من البطوله، ويمكن كمان النسخه اللي فاتت من دور الثمانيه احنا يعني المره الثالثه على التوالي ان القرعه تحطنا في طريق بعض. فالحقيقه انه في فكره الثأر، يمكن زي ما احمد بيقول فكره الزمالك في الدوري، لا سان داونز كمان عندهم عايزين ياخدوا حقهم، عايزين يثأروا من النادي الاهلي. واعتقد ان من النقط الايجابيه فكره انه موسيماني وجهازه المعاون عارفين بشكل كبير فريق سان داونز، عارفين ايجابياته، عارفين سلبياته، نقاط القوه، نقاط الضعف، وده اعتقد ان هو ممكن يكون عامل مساعد بالنسبه لموسيماني قبل مباراه سان داونز في افريقيا. وعلى كل حال يعني احنا دايما كلنا الثقه، مهما كان الفريق المنافس، مهما كان تاريخه، مهما كان تاريخنا معاه، واحنا اصلا تاريخنا احنا متفوقين في سجل المواجهات مع سان داونز، ولكن عندنا ثقة كبيرة قوي انه برغم من ضغط المباريات دي اللي مش اي حد يستحمله، مش اي فريق يستحمله، ولو ما كانش فيه الحقيقة مجلس إدارة وجهاز فني شغال بشكل كويس جدا وعارف كويس قوي ازاي انه يتعامل مع الضغط ده اللي احنا محطوطين فيه غصب عننا، كأننا دايما بنقول بنتعاقب ان احنا يعني مشاركين في اكتر من بطولة وان احنا بطل افريقيا، ما كانش الحقيقة هيبقى الاداء والشكل والنتيجة اللي احنا شايفينها بالشكل ده. فاحنا لازم الحقيقة الفترة اللي جاية بنأكد على كل الدعم للفريق، وكلنا ثقة طبعا في فريق النادي.